بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وليد العودي، أستاذ مساعد القلب جامعة الزقازيق. النهاردة يمكن هنتكلم على موضوع مهم وحيوي ومتكرر في حياتنا يومية، وهو ألم الصدر. ألم الصدر ده بيعني حاجات كتيرة جدا، أهمها وأخطرها على الإطلاق هو ألم الصدر المرتبط بالذبحة الصدرية الغير مستقرة، أو ألم الصدر المرتبط بجلطة القلب. إزاي أقدر أعرف أنا كإنسان طبيعي جالي ألم في الصدر ان الموضوع ده ممكن يشير، او الالم ده ممكن يشير الى في حاجه خطيره زي قصور الحاد في الشرج الانتاجي؟ الم الصدر احنا بنعرفه اولا ان انا اي الم من منطقه السره لغايه الفكين ومن الكتفين، من الكتف الايمن للكتف الايسر. في بعض الناس بتتخيل انه مجرد الالم الصدر المرتبط في منطقه الصدر بس، لكن لا، الالم ممكن يمتد لمنطقه السره، وممكن يكون مرتبط بمنطقه السره فقط من بعض المنطقه اللي فوق المعده تماما. الم الصدر ده خطورته ان انا لازم اسعى فورا للوحده الطبيه اللي قريبه مني، اقرب مستشفى، اقرب عياده، عشان اقدر اقرر واعرض نفسي على الدكتور عشان يقدر يقيم حاله الالم ده. هل انا فعلا مصاب بانسداد حاد في الشرايين الانتاجيه ولا لا؟ طب ليه لازم بسرعه؟ بسرعه لان انا كل ما الوقت بيتحرك نسبه الوفيات بتزيد، نسبه ان انا افقد جزء كبير من عضله القلب بتزيد، وتحول بعد كده لمريض ضعف او هبوط في عضله القلب. فاذا انا بدات اشعر بالم مستمر في الصدر أكثر من 5 أو 10 دقائق، بضطر أتوجه لأقرب فورا، مش بس بالتليفون إن أنا أتوجه أو دكتور يقول لي بالتليفون خد حاجة، لا، أنا لازم أتوجه فعلا لأقرب مكان في استقبال طبي، بعرض نفسي على الدكتور ويبدأ الدكتور يقيم وضع الألم، وخاصة لو كان الألم مصحوب بعرق أو مصحوب بهبوط، ده برضو علامات بتشير إن في انسداد حاد في الشريان التاجي. بيبدأ الدكتور يقيم الوضع ويشوف الحالة الكلينيكية بتاعتي، ويشوف بعد كده يعمل رسم قلب، لأن رسم القلب ده بيوضح كتير من جلطات القلب. حتى وإن كان رسم القلب طبيعي في بعض الحالات اللي بنسميها الذبحة الصدرية الغير مستقرة أو الجلطة الغير مكتملة، ممكن يكون رسم القلب منطقي. وفي الحالة دي لو نسبة الشك عالية بالنسبة للدكتور لازم أتحجز في المستشفى في عناية وحدة عناية مركزة، وأتابع وأبدأ أسحب عينات انزيمات القلب وأكررها تاني بعد 6 ساعات أو بعد 2 ساعات حسب الحالة وحسب الخطورة. لأن في الحالات دي ممكن تكون حتى الانزيمات في الأول سلبية، لكن في انسداد موجود او في انسداد غير مكتمل في الشريان التاجي. في الحاله دي لو الدكتور اطمن او اطمئن للتشخيص ان ده قصور حاد في الشريان التاجي بيستدعي، وخاصه لو كانت انزيمات القلب مرتفعه او في تغيرات واضحه في رسم القلب بتشير ان انسداد كامل في الشريان التاجي، لازم يكون التدخل سريع وفوري. والتدخل عندنا في حالات جلطات القلب اما احد امرين، الامر الاول يا اما بالمذيبات الجلطه، يا اما الامر الثاني لو كان عندي متوفر قسطره القلب ان انا اخش واشفط الجلطه واشوف اللي اقيم الوضع واركب دعامه بحيث ان انا افتح الشريان واحافظ على حيويه عضله القلب واحمي العيان ده من نسبه او احتماليه موت ممكن توصل ل 50% لو اتساب الوضع من غير علاج. بالنسبه لاختيار استراتيجيه العلاج، لو كانت زي ما قلت الامر متوفر في قسطره في المكان ده، او ان انا نقل العيان لاقرب مكان في قسطره بحيث ان هو ما يتخطاش وضع 60 دقيقه هيكون افضل. لو انا الوضع او الوقت هياخد اكتر من 60 دقيقه فيفضل في الحاله دي ان انا اخد مذيبات الجلطه، وبعد كده ممكن يتحول المريض لوحده قسطره بعد كده بعد ما يكون الشريان اتفتح بمذيبات الجلطه، او ما يكونش او تكون فشلت مذيبات الجلطه فتح الشريان، ففي الحاله دي برضو هيدخل القسطره عشان نقيم الشرايين كلها، صور الشرايين تاني بالقسطره واشوف المكان اللي كان فيه ضيق او المكان اللي كان فيه جلطه، أقيمه وأشوفه إذا كان محتاج دعامة يتركب فيه دعامة بحيث أن أنا أقدر أحافظ على حيوية عضلة القلب. بالإضافة أن أنا المفروض الخطوة الثانية كمريض أن أنا أمنع حدوث أو تكرار هذه الجلطات بأن أنا أحافظ على العلاج أو أعالج أو أعمل سيطرة على الحاجات اللي تسببت في حدوث الجلطة وحدوث ضيق في الشرايين الانتاجية زي السكر. لازم يتظبط السكر كويس، لازم أتابع مستوى الدهون، ولازم ينزل مستوى الكوليسترول للمستوى اللي اقل اللي هو الكوليسترول الضار اقل من 70 ملي جرام. لازم احافظ على الضغط بتاعي ان انا ما اسيبوش الضغط عالي. كل العوامل الخطوره لازم اسيطر عليها لعدم تكرار ضيق الشريان التاجي وعدم حدوث جلطات مره اخرى. شكرا.